من بعد ثورة الفلاحين بننتقل لمحطة جديدة وهي الأعمال العربية المشتركة. أول عمل لك بالدراما العربية المشتركة هو دفعة بيروت عام 2020 2019 إيه. بس تم عرضه بال 2020 مزبوط صورناه بكورونا. شو يلي شجعك تخوض هالعمل؟ اتصل فيي استاذ جمال سنان وقال لي في عنا عمل مشترك عربي من كل الجنسيات بتقول خبريته 1 2 3 الى اخره. حكينا بعثوا للناس قريت الناس حبيت هيدي المشاركة حبيت الشيء اللي عملته بهذا المسلسل. بس ليه كارلوس اليوم ما شفنا بهالعمل دفعة بيروت تحديدا إضاءة كبيرة على الممثل اللبناني والممثلة اللبنانية الموجودين بهالعمل مقارنة بالوجوه الخليجية الموجودين فيه إيه؟ يعني عشوائي شفنا الممثل اللبناني كأنه كومبارس بهالعمل. لا مش كومبارس إذا بدك مقارنة ضيوف ضيوف إيه؟ وأنا من الأساس لا من الأساس أستاذ جمال كان واضح أنه أنا بدي إياك ضيف لبناني بهذا المسلسل الخليجي. هيك كان يعني هلا لأنه صار فيه بعدين تغيير أنه استبدل ممثلين من الخليج بممثلين آخرين هون صار يعني أنت قدام ظرف كنت أنت قدام ظرف معين ظرف كورونا مسلسل بده يمشي. بس هالعمل تحديداً كارلوس كسر بعض الحواجز بالمجتمع الخليجي ومثل ما شفنا بدفعة بيروت فتاة جميلة استدرجت شخصية مازن يلي أنت عم تلعبها كنت بهالعمل ولحقتها للباب الخلفي للكباري لتختلوا سوا إذا بدنا نقول. بحياتك الطبيعية أنت شخص نسونجي؟ عامل هيك شيء؟ إيه؟ لا أبداً. لا شو هذا؟ معقول بسهرة بنت تشدك وتستدرجك؟ لا 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 ما بتصير هيك ما بتصير بهذا الشكل لا. طب خلينا يلي نفترض صار بهالمشهد صار بالواقع واكتشفت إنه البنت يلي استدرجتك طلعت شاب. إيه يا لهوي يا لهوي هيك ردت فعل بلطم بحالي شو بدي أعمل يعني. وإذا كان يلي ضرب ضرب واللي هرب هرب. إيه لا هو هيدا المشهد يعني ايه مشهد فيه في جرأة انه انت عم تحكي مع مجتمع معين وعم تحكي بحقبة تاريخية معينة كمان انه استدرجته وفاته للاختلاق بمكان عام. ايه طبعا فكرة جريئة بس وقفت هون. بس ما في شك انه هالعمل حقق نجاح كتير كبير طبعا كبير. اكيد. وتاني تجربة لك بالاعمال العربية المشتركة كانت بمسلسل لا حكم عليه مع الممثل قصي خولي صح. مع فاليري ابو شقرة وبهالعمل انت كنت عم تأدي شخصية غسان يلي هو باي بولر صح. الاضطراب ثنائي القطب. قدي واجهت صعوبات لتأدي هيك شخصية؟ يعني نحن بنعرف في امرار من الممثل بيأدي شخصية تدفعه الى انه يروح على طبيب نفسي يعالج حالته من بعد هالشخصية. لا انا ماني من هيدي المدرسة يعني انا من مدرسة انه اوكي باي بولر بعرف في كتير عالم باي بولر بمحيطنا بعرفهم يعني انه مش هالقد بدها يعني بس انت اوكي بتعرفها هيك بفكره سطحيه. هلا انت اجاك دور انت الباي بولر شو بدك تعمل؟ بدك تروح تتعمق. فانا عندي رفيقتي من ايام المدرسه صاحبه انا وياها هي معالجه نفسيه عملنا القعدات انا وياها يلي هي كيف نحن بدنا نحضر شو هو هذا الباي بولر. وكمان اللي ساعدني كثير بهذا العمل الى جانب المخرج فيليب اسمر هو عروه العربي يلي كان الاكتين كوتش. قديش كنت محضر انا قديش اجى عروه محضر بعد اكثر مني. مثل ما عم نشوف على البوستر كارلوس في تراتبية بحجم الصور يعني منشوف في دايماً مشاكل حتى بين الفنانين يلي بيغنوا. اليوم أنتوا كممثلين بتتدخلوا بهالنقطة أنه أنا وين بدي صورتي وين لازم تنحط مين أكبر من مين؟ لك أنا مش زعجتني ما بعرف أنت زعجتك. أنا عم بسألك أنه أنتوا بتتدخلوا عادة بهالتفاصيل؟ مش من قصة منتدخل نحن من الأساس بيصير في اتفاق يا بترضى انت بالاتفاق يا ما بترضى يا بيتعدل يا ما بيتعدل. اولته شرط اخرته نور. على اساس نجوميته اهم او نصه اكبر؟ لا اساس ليك ما كمان من الجلد للجلد دوره لقصاي يعني شو دوره كتير كبير بعدين هو بطل العمل.